مجلس الوزراء يكلف منظومة الشركاوى الحكومية بسرعة التعامل مع أي شكوى بشأن زيادة تعريفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية. أسعار الطاقة العالمية تشهد ارتفاعات قياسية بفعل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وروسيا تحذر من إجراءات قاسية تجاه دول أوروبا رداً على العقوبات الغربية المفروضة ضدها. الثانية عشرة ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلاً بكم، والبداية مع الزميلة آية لطفي. إليك آية. شكراً دارين، وأهلاً بحضراتكم مشاهدينا الكرام. البداية مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادات دول العالم. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled the global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. عقب صدور قرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات، شدد مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى، وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود. كما أكد مجلس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السيرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. كما كلف مجلس الوزراء بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء لتتولى تنسيق بين مختلف الجهات المعنية. كما كلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء بسرعة التعامل مع أي شكاوى ترد المنظومة من المبالغة في زيادة تعريفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية. سين جيم. ليه الدولة بترفع سعر السولار؟ الدولة بترفع سعر السولار علشان ثمن النفط بيرتفع في العالم كله بشكل سريع وكبير جدا، لدرجة إنه وصل لأكثر من 120 دولار في بعض أوقات السنة اللي فاتت، بعد ما كان سعره 60 ل 70 دولار، وده نتيجة للحرب اللي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة طبعًا لعوامل تانية. طب ليه الدولة كل شوية تقلل الدعم؟ فعليًا الدولة ما قللتش الدعم، بل بالعكس، الدولة رفعت دعمها للمواد البترولية السنة دي بأكثر من 10 مليار جنيه، ووصلته ل 28 مليار، بعد ما كان السنة اللي فاتت 18 مليار و400 مليون جنيه. يعني مش الدعم هو اللي قل، لا، ده الأسعار هي اللي زادت، وده على مستوى العالم كله. طب اشمعنى دلوقتي الدولة قررت تقلل الدعم عن السولار؟ الدولة حافظت على دعمها لسعر السولار لتثبيت سعره لمدة أكتر من 30 شهر بدون أي تغيير، على الرغم من زيادته على مستوى العالم لأكتر من الضعف. لكن مع تحول الوضع الاستثنائي اللي في روسيا وأوكرانيا الوضع طبيعي، هيكمل معانا فترات طويلة. كانت الدولة لازم تحرك السعر علشان سعر السولر ما يأثرش على أنواع تانية من الدعم، زي دعم الإسكان الاجتماعي، دعم السلع التموينية، دعم القروض الميسرة، العلاج على نفقة الدولة، وغيرها من أشكال تانية لدعم الدولة. طب ليه مصر اللي كل شوية بتقلل الدعم عن المواد البترولية؟ أولاً، مصر أصلاً مش بتقلل دعم المواد البترولية، بل العكس، الدعم بيزيد في الموازنة لحد ما وصلت الزيادة السنة دي بس لأكتر من 30 مليار جنيه. ثانياً، الدعم الضخم المخصص للمواد البترولية مخلي مصر واحدة من أرخص دول العالم في أسعار البنزين في العالم. مصر الدولة رقم 13 من حيث رخص ثمن البنزين، السابعة من حيث رخص ثمن السولار،
رغم أن مصر مستهلك صافي للمواد دي، يعني بتصدر مواد بترولية، نفط وغاز وخلافه، لكن ما زالت بتستورد برقم أكبر من اللي بتصدره. فمثلاً لتر السولار عندنا حتى بعد الرفع أرخص من روسيا، واحدة من أكبر مصدري الطاقة في العالم، أرخص من الإمارات، البحرين، قطر، أرخص من أي دولة في المنطقة عموماً، بخلاف السعودية والجزائر. وحتى الدول اللي احنا الديزل عندنا أرخص منها رفعت السعر. الإمارات مثلاً رفعت خلال الفترة اللي فاتت أكتر من مرة، قطر رفعت، الأردن رفعت، الولايات المتحدة السعر متحرر، وبالتالي كل يوم زيادة. هي الأزمة دي مكملة معانا كتير؟ حتى لو كملت، أثار الأزمة بتخف وأسعار المواد العالمية في اتجاهها للانخفاض، والأسوأ فعلاً عدى، واللي جاي أحسن إن شاء الله وبكتير. الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت واقعاً جديداً على أسواق الطاقة العالمية، من أهم سماته ارتفاع أسعار الطاقة والغاز في مختلف دول العالم. تسببت هذه الأزمة في تعرض دول متقدمة إلى أزمة حقيقية في سوق الطاقة بسبب نقص المتاح والمعروض جراء هذه الأزمة، ما دفع دول أوروبا جميعها منذ وقوع الأزمة مباشرة إلى زيادة أسعار الطاقة. حتى الدول المتقدمة والصناعية لجأت إلى ذلك. الآثار التي أحدثتها الأزمة الروسية الأوكرانية على سوق النفط استعصت كثيراً على جهود وحلول المنظمات والوكالة الدولية المتخصصة المعنية بمجال الطاقة والبترول عالمياً. أزمة الوقود والغاز والطاقة عالمياً تفاقمت لما تزامن معها أيضاً اضطراب اقتصادي عالمي في سلاسل الإمداد العالمية وموجة التضخم العالمية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاستيراد لمختلف دول العالم. لم تلجأ مصر طوال فترة الأزمة منذ شهور طويلة إلى رفع الأسعار، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع أسعار السولار. تتواصل تحذيرات المؤسسات الدولية من الانعكاسات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على دول العالم، إذ توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار مصادر الطاقة بما يزيد على 50% خلال هذا العام بعد أن تضاعفت تقريبا خلال العام الماضي. المزيد في هذا العرض والزميلة إيمان الحويزي. أهلا بكم. تواصل أسعار الغاز والنفط اشتعالها منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي ظل غياب احتمالات حدوث انفراجة قريبة، تواصلت التحذيرات من المؤسسات الدولية من الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على دول العالم. البنك الدولي توقع أن أسعار مصادر الطاقة سترتفع ما يزيد على 50% خلال هذا العام بعد أن تضاعفت تقريبا خلال العام الماضي. هذا الارتفاع الحاد سيؤدي مباشرة لرفع أسعار المواد الخام وعمليات الإنتاج، وبالتالي بقاء التضخم في معدلات قياسية. البنك الدولي كشف أيضا أن المواد الغذائية الأولية والمصنعة ستواصل الارتفاع لتبلغ الزيادة حوالي 23% بنهاية هذا العام.
فيما لن يكون من المحتمل أن تتراجع أسعار السلع الأساسية قبل مرور عدة سنوات من الآن. صندوق النقد الدولي من جانبه كشف أن أزمة الطاقة العالمية ستؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، حيث لن يزيد النمو الاقتصادي العالمي على 3.6% هذا العام مقابل 6.1% في العام الماضي، ما سيؤدي إلى عرقلة خطط وبرامج الحد من الفقر والجوع في العالم. في سياق متصل، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن العالم يواجه أول أزمة طاقة عالمية، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا والرد عليها ستكون لها تداعيات كبيرة على سوق الطاقة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لأهم التحذيرات الدولية من أزمة الطاقة العالمية وتداعياتها. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. سين جيم. ليه الدولة بترفع سعر السولار؟ الدولة بترفع سعر السولار علشان ثمن النفط بيرتفع في العالم كله بشكل سريع وكبير جدا، لدرجة إنه وصل لأكثر من 120 دولار في بعض أوقات السنة اللي فاتت، بعد ما كان سعره 60-70 دولار، وده نتيجة للحرب اللي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة طبعا لعوامل تانية. طب ليه الدولة كل شوية تقلل الدعم؟ فعلياً الدولة ما قللتش الدعم، بل بالعكس الدولة رفعت دعمها للمواد البترولية السنة دي بأكتر من 10 مليار جنيه، ووصلته ل 28 مليار، بعد ما كان السنة اللي فاتت 18 مليار و400 مليون جنيه. يعني مش الدعم هو اللي قل، لا، ده الأسعار هي اللي زادت، وده على مستوى العالم كله. طب اشمعنى دلوقتي الدولة قررت تقلل الدعم عن السولار؟ الدولة حافظت على دعمها لسعر السولار لتثبيت سعره لمدة أكتر من 30 شهر بدون أي تغيير، على الرغم من زيادته على مستوى العالم لأكتر من الضعف. لكن مع تحول الوضع الاستثنائي اللي في روسيا وأوكرانيا الوضع طبيعي، هيكمل معانا فترات طويلة. كانت الدولة لازم تحرك السعر علشان سعر السولار ما يأثرش على أنواع تانية من الدعم، زي دعم الإسكان الاجتماعي، دعم السلع التموينية، دعم القروض الميسرة، العلاج على نفقة الدولة، وغيرها من أشكال تانية لدعم الدولة. طب ليه مصر اللي كل شوية بتقلل الدعم عن المواد البترولية؟ أولاً، مصر أصلاً مش بتقلل دعم المواد البترولية، بل العكس، الدعم بيزيد في الموازنة لحد ما وصلت الزيادة السنة دي بس لأكتر من 30 مليار جنيه. ثانياً، الدعم الضخم المخصص للمواد البترولية مخلي مصر واحدة من أرخص دول العالم في أسعار البنزين في العالم. مصر الدولة رقم 13 من حيث رخص ثمن البنزين، السابعة من حيث رخص ثمن السولار، رغم أن مصر مستهلك صافي للمواد دي. يعني بتصدر مواد بترولية، نفط وغاز وخلافه، لكن ما زالت بتستورد برقم أكبر من اللي بتصدره. فمثلاً لتر السولار عندنا حتى بعد الرفع أرخص من روسيا، واحدة من أكبر مصدري الطاقة في العالم، أرخص من الإمارات، البحرين، قطر، أرخص من أي دولة في المنطقة عموماً، بخلاف السعودية والجزائر. وحتى الدول اللي احنا الديزل عندنا أرخص منها رفعت السعر. الإمارات مثلاً رفعت خلال الفترة اللي فاتت أكتر من مرة، قطر رفعت، الأردن رفعت، الولايات المتحدة السعر متحرر، وبالتالي كل يوم زيادة. هي الأزمة دي مكملة معانا كتير؟ حتى لو كملت، أثار الأزمة بتخف وأسعار المواد العالمية في اتجاهها للانخفاض، والأسوأ فعلاً عدى، واللي جاي أحسن إن شاء الله وبكتير. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد يوم واحد من انخفاضها إلى أدنى مستوى لها وهو 100 دولار للمرة الأولى منذ إبريل الماضي. ووسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 0.5% لتصل إلى 100 دولار و38 سنتا للبرميل، كما زادت عقود خام نايمكس الأمريكي مسجلة مستوى 96 دولار و77 سنتا للبرميل.
قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية تسير على حبل مشدود بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل، وذلك مع تأثر الطلب بالفعل بارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية. أضافت الوكالة أن طاقة الإنتاج الفائضة للسعودية والإمارات معا قد تنخفض إلى 2,200,000 برميل يوميا فقط في أغسطس مع التخلص من تخفيضات أوبك بلس. سين جيم. ليه الدولة بترفع سعر السولار؟ الدولة بترفع سعر السولار علشان ثمن النفط بيرتفع في العالم كله بشكل سريع وكبير جدا، لدرجة انه وصل لأكثر من 120 دولار في بعض أوقات السنة اللي فاتت، بعد ما كان سعره 60 ل 70 دولار، وده نتيجة للحرب اللي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة طبعا لعوامل تانية. طب ليه الدولة كل شوية تقلل الدعم؟ فعلياً الدولة ما قللتش الدعم، بل بالعكس الدولة رفعت دعمها للمواد البترولية السنة دي بأكتر من 10 مليار جنيه، ووصلته ل 28 مليار، بعد ما كان السنة اللي فاتت 18 مليار و400 مليون جنيه. يعني مش الدعم هو اللي قل، لا، ده الأسعار هي اللي زادت، وده على مستوى العالم كله. طب اشمعنى دلوقتي الدولة قررت تقلل الدعم عن السولار؟ الدولة حافظت على دعمها لسعر السولار لتثبيت سعره لمدة أكتر من 30 شهر بدون أي تغيير، على الرغم من زيادته على مستوى العالم لأكتر من الضعف. لكن مع تحول الوضع الاستثنائي اللي في روسيا وأوكرانيا الوضع طبيعي، هيكمل معانا فترات طويلة. كانت الدولة لازم تحرك السعر علشان سعر السولار ما يأثرش على أنواع تانية من الدعم، زي دعم الإسكان الاجتماعي، دعم السلع التموينية، دعم القروض الميسرة، العلاج على نفقة الدولة، وغيرها من أشكال تانية لدعم الدولة. طب ليه مصر اللي كل شوية بتقلل الدعم عن المواد البترولية؟ أولاً مصر أصلاً مش بتقلل دعم المواد البترولية، بل العكس، الدعم بيزيد في الموازنة لحد ما وصلت الزيادة السنة دي بس لأكتر من 30 مليار جنيه. ثانياً، الدعم الضخم المخصص للمواد البترولية مخلي مصر واحدة من أرخص دول العالم في أسعار البنزين في العالم. مصر الدولة رقم 13 من حيث رخص ثمن البنزين، السابعة من حيث رخص ثمن السولار، رغم أن مصر مستهلك صافي للمواد دي. يعني بتصدر مواد بترولية، نفط وغاز وخلافه، لكن ما زالت بتستورد برقم أكبر من اللي بتصدره. فمثلاً لتر السولار عندنا حتى بعد الرفع أرخص من روسيا، واحدة من أكبر مصدر الطاقة في العالم، أرخص من الإمارات، البحرين، قطر، أرخص من أي دولة في المنطقة عموماً، بخلاف السعودية والجزائر. وحتى الدول اللي احنا الديزل عندنا أرخص منها رفعت السعر. الإمارات مثلاً رفعت خلال الفترة اللي فاتت أكتر من مرة، قطر رفعت، الأردن رفعت، الولايات المتحدة السعر متحرر، وبالتالي
كل يوم زيادة. هي الأزمة دي مكملة معانا كتير. حتى لو كملت، آثار الأزمة بتخف وأسعار المواد العالمية في اتجاهها للانخفاض، والأسوأ فعلاً عدى واللي جاي أحسن إن شاء الله وبكتير. ذكرت وكالة الأنباء الروسية أن روسيا ستدرس مواصلة إرسال الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد الاتفاق الحالي الذي سينتهي في عام 2024، طالما أن الدول الأوروبية لا تزال ترغب في الغاز الروسي وأن نظام النقل الأوكراني مستمر في العمل. هذا وبدأت موسكو عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد يقوم بنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، مع توقف متوقع لتدفق الغاز لمدة 10 أيام. يذكر أن الحكومات والأسواق والشركات في أوروبا تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من حدوث أزمة ديون عالمية، مع اتجاه البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جورجييفا قولها أثناء مشاركتها في مؤتمر بالعاصمة الأمريكية واشنطن إن الدول التي ليست لديها إيرادات دولارية لكنها مضطرة لخدمة ديونها تواجه صعوبة مزدوجة في التعامل مع الأزمة، مضيفة أن حوالي 30% من الدول النامية والصاعدة إما تعاني أزمة ديون وإما قريبة منها. هذا وأكد صندوق النقد الدولي أن تجنب الركود في الولايات المتحدة يصبح أكثر صعوبة، محذرا من أن الاختيار الخاطئ للإجراءات في ظل ارتفاع التضخم سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد والعالم أجمع. هذا وخفض الصندوق مرة أخرى توقعاته لنمو في الولايات المتحدة إلى 2.3% لعام 2022، نزولا من 2.9% في أواخر يونيو، وذلك بناء على مراجعات للبيانات التي أظهرت زخما أقل بكثير في الاستهلاك الخاص وإنفاق المدخرات التي تراكمت خلال فترة كورونا. أعلن البنك المركزي المجري رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، كما أشار إلى اعتزامه زيادة الفائدة مجددا في محاولة لدعم العملة المجرية الضعيفة وكبح جماح التضخم المتسارع. قال المركزي المجري إن مجلس السياسة النقدية قرر رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 9.75%. كما رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير مسبوق بمقدار 50 نقطة أساس لمكافحة ضغوط التضخم المتنامية تأثرا بأسعار الطاقة والسلع المرتفعة. يأتي رفع سعر الفائدة بعد زيادة متتالية لمرتين بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أبريل ومايو الماضيين، وهي أول مرة يرفع فيها البنك سعر الفائدة 3 مرات متتالية. تلجأ المصارف المركزية إلى أدوات مختلفة لكبح ارتفاع معدلات التضخم. من أهم هذه الأدوات هي أسعار الفائدة، إذ تميل معدلات التضخم والفائدة إلى التحرك في نفس الاتجاه. المزيد في هذا العرض.
كشفت وكالة بلومبرغ عن تزايد خطر تعرض منطقة اليورو للركود مع ارتفاع احتمالية حدوث نقص في الغاز الطبيعي واستمرار التضخم عند مستويات قياسية، مع ترجيح أن تشهد ألمانيا انكماشا في الناتج الاقتصادي بسبب خفض تدفقات الطاقة الروسية. المزيد نتابعه في التقرير التالي. وسط تحذيرات ومخاوف من حدوث نقص في الغاز الطبيعي واستمرار التضخم عند مستويات قياسية بأوروبا، يتزايد خطر تعرض منطقة اليورو للركود. وبحسب وكالة بلومبرغ، فقد ارتفعت احتمالية حدوث انكماش اقتصادي في القارة العجوز إلى 45% بعد أن كانت 30% وفق نتائج المسح السابق. ومن المرجح أن تشهد ألمانيا انكماشا في الناتج الاقتصادي باعتبارها إحدى أكثر أعضاء التكتل الأوروبي تعرضا لخفض تدفقات الطاقة الروسية. وذكرت الوكالة في استطلاع لاقتصاديين دوليين أن ارتفاع تكلفة المعيشة يتسبب في خسائر متزايدة للأعمال التجارية والمستهلكين الذين خرجوا من عامين من تفشي كورونا. ورجح اقتصاديون أن تدخل منطقة اليورو في ركود معتدل خلال النصف الثاني من العام الحالي، لكن هذا لن يكون كافيا لمعالجة التأخر في الطلب من أجل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، ما يترك البنك المركزي الأوروبي يسلك مسار رفع تدريجي لأسعار الفائدة. لكن هذا لن يكون كافيا لمعالجة التأخر في الطلب من أجل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، ما يترك البنك المركزي الأوروبي يسلك مسار رفع تدريجي لأسعار الفائدة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية في الجو بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية. من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إنه تم تحديد أكثر من 350 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو على أراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولايف، و20 وحدة من المعدات العسكرية من احتياطي مجموعة كاخوفكا العملية والتكتيكية. أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية أن موسكو تواصل العمل بنشاط مع ليتوانيا والمفوضية الأوروبية لإلغاء حظر عبور الشاحنات إلى كالينغراد. وقال المسؤول الروسي إن العمل الدبلوماسي النشط مع المفوضية الأوروبية وليتوانيا مستمر، مؤكدا على ثقته في حل القضية في المستقبل القريب. كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قد أكدت أنه إذا لم يستقر الوضع فيما يتعلق بعبور الشاحنات في الأيام المقبلة، فإن روسيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد ليتوانيا والتي تم الانتهاء من الإعداد لها بالفعل. وكانت ليتوانيا قد حظرت عبور البضائع بالقطار من وإلى إقليم كالينينغراد الواقع بين ليتوانيا وبولندا، فيما أرجعته إلى قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي. المزيد في هذا العرض. منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دخل جيب كالينينغراد الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا على خط الأزمة، خاصة بعدما منعت ليتوانيا عبور بعض البضائع والشحنات من وإلى المنطقة الروسية بسبب العقوبات الغربية. سلطات ليتوانيا قالت إن القيود ستطبق على ما يعادل 15% من 3,700,000 طن من البضائع التي نقلتها من روسيا إلى كالينينغراد في النصف الأول من عام 2022. كما يشمل ذلك توسيع الحظر على المعادن الحديدية الذي بدأ الشهر الماضي. ورداً على هذا المنع، اتهمت روسيا ليتوانيا بفرض حصار على كالينينغراد، متواعدة بإجراءات ذات تأثير سلبي للغاية على ليتوانيا.
يأتي هذا بينما أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا إمكانية اتخاذ إجراءات مشتركة ضد ليتوانيا ردا على قيود غير قانونية فرضتها على عبور أراضيها والتي تؤثر على جيب كالينينغراد الروسي. ومع تصاعد الخلاف وتمسك كل من موسكو وفيلنيوس بمواقفهما تلوح عدة سيناريوهات في الأفق. أحد هذه السيناريوهات المحتملة هو حل الأزمة دبلوماسيا، إذ تجري روسيا والاتحاد الأوروبي محادثات بشأن هذه القضية، حيث تطالب موسكو برفع القيود متهمة بروكسل بانتهاك اتفاق 2002 بشأن السفر إلى كالينينغراد. من السيناريوهات المتوقعة أيضاً أن ترد موسكو بفرض إجراءات مماثلة على حركة البضائع تجاه دول البلطيق، حيث اقترحت سلطات مقاطعة كالينينغراد الروسية فرض حظر كامل على حركة البضائع بين روسيا ودول البلطيق رداً على القيود التي فرضتها ليتوانيا على عبور البضائع إلى المقاطعة. ومع إصرار ليتوانيا على التمسك بموقفها وعدم التوصل إلى نص واضح لوضع العبور إلى كالينينغراد في العقوبات، تثار المخاوف من أن تلجأ موسكو إلى تصعيد الأوضاع رداً على ما تعتبره حصاراً في سيناريو قد يكون الأسوأ من الناحية الأمنية. ويخشى المسؤولون الليتوانيون أن تفضي أي تنازلات في موضوع كالينينغراد إلى تقويض الثقة في العقوبات والمؤسسات التي تفرضها وفتح المجال أمام إخضاع ممر كالينينغراد للنفوذ الروسي. مشاهدينا، كان هذا عرضاً لأبرز سيناريوهات أزمة كالينينغراد بين روسيا وليتوانيا. شكراً لكم على حسن المتابعة. حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن الخطوات التي ستتخذها موسكو رداً على العقوبات الغربية ضدها قد تكون مؤلمة جداً. وأشار مدير دائرة التعاون الاقتصادي في الخارجية الروسية إلى أن بلاده لم يتخذ بعد إجراءات بكامل قوتها، مضيفاً أن الدول الغربية ترهق اقتصادها ومواطنيها بالخطوات التي تتخذها ضد موسكو، مضيفاً أن روسيا ليست السبب في أن الأوروبيين قد يواجهون شتاء بدون تدفئة. حققت ميزانية روسيا فائضاً قياسياً خلال النصف الأول من العام الحالي يعادل 23 مليار دولار رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة المالية الروسية قولها إن هذا الفائض في الميزانية بفضل زيادة الإيرادات. أكدت الولايات المتحدة وبلجيكا أهمية التعاون الوثيق لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية. جاء ذلك خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام بالإنابة لوزارة الخارجية البلجيكية في واشنطن العاصمة، حيث بحث الجانبان سبل مواصلة جهودهما المشتركة من أجل تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا وفرض تكاليف اقتصادية على روسيا. غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن العاصمة واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط في أول جولة إقليمية له منذ توليه منصبه. أوضح البيت الأبيض أن جولة بايدن تشمل زيارة إسرائيل والسعودية وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي. في الشأن التونسي، أكد الرئيس قيس سعيد ضرورة احترام القانون وحياد كل المؤسسات. وخلال اجتماعه مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين لبحث الوضع العام في البلاد، نوه سعيد بالجهود التي تبذلها الوزارة استعدادا للاستفتاء في 25 من يوليو الجاري. وبحسب بيان الرئاسة التونسية، تعرض الاجتماع إلى ما تم كشفه خلال الأيام الأخيرة من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء. وفي هذا الإطار تم فتح تحقيق بإذن من النيابة التونسية،
حيث تم الكشف عن 1700 هجوم إلكتروني واختراق، وتم سماع أقوال 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة. عقب صدور قرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات، شدد مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى، وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود. وأكد مجلس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السيرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع ضرورة أن تتناسب زيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. وكلف مجلس الوزراء بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كما كلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء بسرعة التعامل مع أي شكوى ترد للمنظومة من المبالغة في زيادة تعريفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية. سين جيم. ليه الدولة بترفع سعر السولار؟ الدولة بترفع سعر السولار علشان ثمن النفط بيرتفع في العالم كله بشكل سريع وكبير جدا، لدرجة إنه وصل لأكثر من 120 دولار في بعض أوقات السنة اللي فاتت، بعد ما كان سعره 60 ل 70 دولار. وده نتيجة للحرب اللي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة طبعاً لعوامل تانية. طب ليه الدولة كل شوية تقلل الدعم؟ فعلياً الدولة ما قللتش الدعم، بل بالعكس الدولة رفعت دعمها للمواد البترولية السنة دي بأكتر من 10 مليار جنيه، ووصلته ل 28 مليار، بعد ما كان السنة اللي فاتت 18 مليار و400 مليون جنيه. يعني مش الدعم هو اللي قل، لا، ده الأسعار هي اللي زادت، وده على مستوى العالم كله. طب اشمعنى دلوقتي الدولة قررت تقلل الدعم عن السولار؟ الدولة حافظت على دعمها لسعر السولار لتثبيت سعره لمدة أكتر من 30 شهر بدون أي تغيير، على الرغم من زيادته على مستوى العالم لأكتر من الضعف. لكن مع تحول الوضع الاستثنائي اللي في روسيا وأوكرانيا الوضع طبيعي، هيكمل معانا فترات طويلة. كانت الدولة لازم تحرك السعر علشان سعر السولار ما يأثرش على أنواع تانية من الدعم، زي دعم الإسكان الاجتماعي، دعم السلع التموينية، دعم القروض الميسرة، العلاج على نفقة الدولة، وغيرها من أشكال تانية لدعم الدولة. طب ليه مصر اللي كل شوية بتقلل الدعم عن المواد البترولية؟ أولاً مصر أصلاً مش بتقلل دعم المواد البترولية، بل العكس، الدعم بيزيد في الموازنة لحد ما وصلت الزيادة السنة دي بس لأكتر من 30 مليار جنيه. ثانياً، الدعم الضخم المخصص للمواد البترولية مخلي مصر واحدة من أرخص دول العالم في أسعار البنزين في العالم. مصر الدولة رقم 13 من حيث رخص ثمن البنزين، السابعة من حيث رخص ثمن السولار، رغم أن مصر مستهلك صافي للمواد دي. يعني بتصدر مواد بترولية، نفط وغاز وخلافه، لكن ما زالت بتستورد برقم أكبر من اللي بتصدره. فمثلاً لتر السولار عندنا حتى بعد الرفع أرخص من روسيا، واحدة من أكبر مصدري الطاقة في العالم، أرخص من الإمارات، البحرين، قطر، أرخص من أي دولة في المنطقة عموماً، بخلاف السعودية والجزائر. وحتى الدول اللي احنا الديزل عندنا أرخص منها رفعت السعر. الإمارات مثلاً رفعت خلال الفترة اللي فاتت أكتر من مرة، قطر رفعت، الأردن رفعت، الولايات المتحدة السعر متحرر، وبالتالي كل يوم زيادة. هي الأزمة دي مكملة معانا كتير، حتى لو كملت أثار الأزمة بتخف، وأسعار المواد العالمية في اتجاهها للانخفاض، والأسوأ فعلا عدى، واللي جاي أحسن إن شاء الله وبكتير. وعلى الرغم من الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الطاقة العالمية، تحرص مصر دائما على مراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الوقود، حيث تتحمل الدولة فارق السعر العالمي. فسعر متوسط البنزين عالميا بلغ $1.47 للتر الواحد، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري. المزيد في هذا العرض والزميلة شيماء الكردي.
شيماء أهلا بك يا آية. شكرا لك. شكرا لك دارين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. فرضت التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا وضعا جديدا ومختلفا على العالم أجمع، تمثل في زيادة أسعار الطاقة والوقود بقيم غير مسبوقة نتيجة نقص المتاح من المعروض. ورغم هذا الوضع إلى أن مصر أقل الدول في أسعار البنزين عالميا رغم الحرب الأوكرانية. اللافت أن مصر هي الدولة الأكثر حرصاً على مراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الوقود، فعلى الرغم من أن السعر المتوسط للبنزين بلغ عالمياً 1.47 دولار للتر وذلك منذ بداية شهر يوليو الجاري، إلا أن مصر حافظت على استمرار دعم السولار وتثبيت سعره لفترة تجاوزت 30 شهراً دون تغيير رغم زيادته عالمياً بأكثر من الضعف. ونتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل سريع وكبير عالميا حيث تجاوزت الأسعار مستوى 120 دولار للبرميل خلال العام الماضي بعد أن كان بين 60 و70 دولار، ونتيجة للوضع الاستثنائي لأزمة أوكرانيا تحملت الدولة فارق السعر العالمي لكنها اضطرت لتحريك سعر الوقود تفاديا لتأثر دعم الإسكان الاجتماعي والسلع التموينية والقروض الميسرة وأيضا العلاج على نفقة الدولة وغير ذلك من أشكال الدعم بالأزمة. ورغم تداعيات الأزمة العالمية قامت الدولة بزيادة دعمها للمواد البترولية بأكثر من 10 مليارات جنيه ليصل إلى 28 مليار جنيه بعد أن كان 18 مليار و400 مليون جنيه خلال العام الماضي. كما حرصت الدولة على زيادة الدعم في الموازنة ليصل إلى 30 مليار جنيه. وتعد مصر الآن من أرخص الدول في أسعار البنزين، فمصر الدولة رقم 13 من حيث انخفاض سعر البنزين والسابعة من حيث انخفاض سعر السولار. فلتر السولار في مصر حتى بعد رفع سعره يعد أرخص من روسيا التي تعد من أكبر المصدرين للطاقة بالعالم، وأرخص من الإمارات والبحرين وقطر ومن دول المنطقة كلها بشكل عام. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول جهود الدولة نحو الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي وتعامل الجيد مع سوق الطاقة في ظل استمرار تداعيات أزمة أوكرانيا. شكرا على حسن المتابعة. الآن نعود مرة أخرى لزملائي لاستكمال هذه النشرة إلى آية ودارين. إليكما. شكرا شيماء. وبالعودة إلى أخبارنا في هذه النشرة، واصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 423 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 33 طن مواد غذائية. في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 6 أطنان دقيق مدعم، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 27 طنًا. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 533 قضية، من بينها 117 قضية خبز ناقص الوزن و127 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 28 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. ومشاهدينا الكرام، ننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل، حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالا هاتفيا من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن تمنياته
بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. من جانبه أعرب السيد الرئيس عن خالص تمنياته للشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار. والآن مع الوقفة الرياضية في هذه النشرة. يواجه المنتخب الوطني لليد نظيره المغربي في 8 مساء اليوم في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. فاز المنتخب على نظيره الكاميروني بنتيجة 40-17 في الجولة الأولى. في رحلة الدفاع عن لقبه يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره المغربي في الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة. منتخب مصر حامل لقب النسخة الماضية من البطولة يلعب في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبي الكاميرون والمغرب. وفي مستهل مشواره بالبطولة الإفريقية حقق منتخب الفراعنة فوزا سهلا أمام الكاميرون بنتيجة 40-17 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم على صالتي حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر حتى يوم 18 من يوليو الجاري. ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى في بطولة إفريقيا لكرة اليد إلى مونديال اليد 2023 المقرر إقامته في بولندا والسويد في يناير المقبل. المنتخب الوطني عقب حصوله على فضية بطولة ألعاب البحر المتوسط يسعى لمواصلة كتابة التاريخ والاقتراب من اللقب الثامن في تاريخه لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد لفض الشراكة مع الجزائر. فاز المنتخب المغربي على نظيره الكاميروني بنتيجة 35-28 في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية. انتهى الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس بنتيجة 18-14 قبل أن يحافظوا على تقدمهم ويحصدوا نقاط المباراة التي جمعت بين المنتخبين على صالة أكتوبر الدولية. بهذه النتيجة ضمن المنتخب المغربي الصعود لربع النهائي. كما تأهل منتخب غينيا لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد وذلك عقب فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 28-22 في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية. بذلك ضمن المنتخب الغيني صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على الجزائر والتأهل لربع نهائي البطولة القارية. وفي تصريحات له عقب المباراة أعرب الفرنسي كيفن دوشو مدرب منتخب غينيا لكرة اليد عن فخره بالتأهل لربع النهائي والأداء المميز من قبل اللاعبين مؤكدا أن التأهل جاء بسبب التحضير الجيد للقاء ودراسة المنافس. وفاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره النيجيري بنتيجة 35-29 في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. انتهى الشوط الأول بتقدم الرأس الأخضر بنتيجة 19-15 قبل أن يحافظ على تقدمه ويحصد نقاط المباراة التي جمعت بين المنتخبين على صالة الدكتور حسن مصطفى. بهذه النتيجة ضمن منتخب الرأس الأخضر التأهل لربع النهائي لمواجهة المنتخب التونسي الأربعاء على أن يتم تحديد المواجهة متصدر المجموعة. نجح لاعبو ولاعبات منتخب مصر للجمباز الفني في التربع على عرش إفريقيا في البطولة الإفريقية 16 للجمباز الفني رجال وأنسات.
والتي نظمتها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 8 حتى 12 يوليو الجاري بمشاركة 8 دول إفريقية. حصد منتخب مصر 42 ميدالية متنوعة، منها 23 ذهبية و14 فضية و5 برونزيات في المركز الأول، وجاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 21 ميدالية متنوعة، والجزائر في المركز الثالث ب 15 ميدالية متنوعة، والمغرب في المركز الرابع برصيد 6 ميداليات. نجح عمرو قاسم لاعب منتخب مصر للكونغفو في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أسلوب العصا الشمالي، وذلك في منافسات دورة الألعاب العالمية المقامة في الولايات المتحدة. تعد مشاركة مصر في دورة الألعاب الدولية هي الثانية في رياضة الوشو كونغفو، حيث كانت المشاركة الأولى عام 2017. بأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى ختام جولة الظهيرة الإخبارية، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. مجلس الوزراء يكلف منظومة الشكاوى الحكومية بسرعة التعامل مع أي شكوى بشأن زيادة تعرفة الركوب واحتكار المنتجات البترولية. أسعار الطاقة العالمية تشهد ارتفاعات قياسية بفعل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وروسيا تحذر من إجراءات قاسية تجاه دول أوروبا ردا على العقوبات الغربية المفروضة ضدها. وختاما ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. هذه تحية دليل مصطفى وتحياتي أيا لطفي، شكرا وإلى اللقاء.